الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة ولم يقل الصلاة؟ تقول أبين ما قال إمرة تقول الإسلام لين كنين نقول جلدة كفيون أن الله صلى الله عليه وسلم إني نين نقول جلدة بيننا الجلدة حتى نأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله بشروطه وأركانه وواجباته ومكملات السنن ولا نأتي بمبطل مبطلات الصلاة ولا تكون الصلاة باطلة. ما كوا قرآن الرسول إني نين نقول جلدة كفيين أدو هري ما أنا كلامك جلدة لني إمرة شرطي جك يوم فري الله يسون ناجي من فو ha julde ne andana hore ma e wata ne bon e bonata julde ne ko addirne non de hanira addirede non as-salata tanqasim ila qismain julde no fecci pecce didi fariida wa nafila mana ko hunde farliide kanyum e hunde yidane be torgol al-fariida as-salawat al-mafruud al-khams wal-jum'a mana julde farliide en ko julde julde ne farilaaji den ko de jowi kanyum e nyande juma labud an tuadda hadhihi as-salawat al-mafruud al-khams fi kulli yawm wa layla والجمعة في كل أسبوع. كبيتون دي جلد فري لاجي دو دي أدي وقتو دي حبا دي دي كنجم جمع كنجم كدي أدى دي جولة جمع نياند جمع. نعم. ولابد أن تؤدى جماعة على كل رجل بالغ عاقل. لابد أن أديها في الجماعة في المساجد. بيتون دي جلد فري لاجي نمكو بي نتلو أم توا كو نتلو كو غوركو كو يوتي دو مماري حكي لماكو نتلو جلد جماعة كجولير دي. نعم ولا تخلف الرجل عن صلاة الجماعة إلا وهو نسأل الله عليه السلام منافق ظاهر النفاق والله أعلم. يلتو تاكو روتو تاكو إمور دي جلد الجماعة دي سونا أندر نهوري ما كو نتلو سول رو أندر نهوري ما ونا قمت لنو كو سول إمانا كو نافق يجو تي دونك أدنو فيني كاري ما كو نو روتو صلاة يادي جلد الجماعة